وينضم إلينا من عمان للحديث عن استمرار الخلافات حول اتفاق تقاسم الأوقاف ورفض العديد من الهيئات الشرعية وتحريمها لهذا الاتفاق. ينضم إلينا السيد سعد عمر كوبرلي، المفتش العام السابق في ديوان الوقف السني. مرحبا بك معنا أستاذ سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يعني السؤال الذي يطرح الآن، لماذا هذا الاتفاق وفي هذا التوقيت بالتحديد قبل الفترة التي تسبق الانتخابات المبكرة التي أعلنت عنها الحكومة؟ والله أتوقع هي غاية سياسية هالفترة، لأن هو مضى على الاتفاق الأخير النهائي اللي صارت كانت فيها نهاية تقريبا قبل نهاية 2008، كانت رئيس وزراء فك وعزل وقف السني، وكان يرأسنا قاضي الله يذكره بالخير علاء الساعدي، وصار مؤتمر بالبرلمان وحضره رئيس لجنة الأوقاف بالبرلمان العراقي أستاذ ناصر الساعدي، ويعني نهاية الاتفاق مالنا صارت مثل احتفالية، والفضائيات كلها نقلتها وسلمتها بشكل يدوي أمام الأنظار على الفضائية، حدودا 700 وكسر وقفية، 420-30 من بغداد والبقية من بصرة. وهذا الوقفيات الأغلبية استلمناها المياه ينص على وقف على جعفر إمام جعفر الصادق عليه السلام. نعم. شكو شيء يخص جعفر الصادق عليه السلام سلمناه الوقف الشيعي، وأكثر الوقفيات استلمناها المياه فيها متولي. وصراحة أنا وصل لي شكاوي من الجماعة هذول أصحاب الأوقاف كونهم متولين، يعني تعرضوا إلى مشاكل. صراحة أنا ما دخلت بها لأنه هاي شغلات تخصهم إلهم. وبعدين هاي صار تم التصديق عليه من مجلس الوزراء ومن البرلمان العراقي، واي اتهام. وبعدين اتفقنا انه يشكل رجال فرعيه كل المحافظات يرفعون تقرير، اخاف اكو مثلا وقف يعني ما منتبهين عليه عبر علينا يذكروها. صراحه انا وراها الاتفاق بشهرين 3 أشهر اقل حالوني على التقاعد. نعم. انحالت على التقاعد وتركت كل شيء وراي جماعه سلمى. طيب، يعني من موقعك السابق ومن اطلاعك على هذا الملف، ما الذي يدفع الوقف السني اصلا للموافقه على مثل هذا الاتفاق الذي يعد في نظر العديد من علماء السنه والقانونيين اتفاق مجحف بحق الاوقاف السنيه؟ شو الكلام صحيح، بس انا راح اقول لك شيء واحد. انا لا يزال انا صار لي 11 سنه تارك الاوقاف من بدايه 2009، لا يزال عندي اتصال لحد اليوم ويا كل الجهات لها علاقه بكل الاوقاف. المعلومات اللي توفر عندي لدى اعضاء اللجان اللي بعد جوي انه اللجان الفرعيه 5 لجان صارت وخمس قضاة تغيروا. كل ما يرفع اللجان الفرعيه تقريرا الا اللجنه الرئيسيه، مع الاسف اللجنه الرئيسيه بالوقت الشيعي ما يصادق عليه وشغله نام، والقاضي يطلع ورا فتره يشوفون الوضع شويه مستدب صار زين، يعني يشكلون من جديد هم لجنه من جديد، وكذلك لحد هاي الفتره. هسه اخر شيء هذا نفس الشيء انثار، بس الفتره انثار مثل ما قلت لك احتمال شغله سياسيه او لا ما اعرف. نعم. يعني بس مهما تكون الاتفاقات كلها يعتبر باطله قانونا، لانه الحجج الوقفيه مو مثل غير شيء. تمام. بعدين احنا اتفاقنا انتهت ووقعنا وانتهى، ومباركه مجلس الوزراء اللي ممثله كان القاضي علاء الساعدي والبرلمان العراقي حتى حصلنا شكر وتقدير منهم على جهودنا. نعم. طيب، انطلاقا من هذا التصرف العديد من الاتهامات بالفساد وجهت للوقفين السني والشيعي، ما حقيقة هذه الاتهامات باعتقادكم؟ والله هي الفساد حقيقة موجود، وأنا أحكيها للملأ والكل يعرفون. الفساد بدأ بعد ما طلعت عن على التقاعد، والدليل على هذا بالمحاكم الدعاوي اللي صارت بالمحاكم كلها. نعم. موجود كلها بعد ان انا انحاليت على التقاعد، وموجود النزاهه وموجود القضاء، والقضاء يعني لا يزال محاسب الامر. اتوقع انه حتى معلومات عندي ان صارت الموضوع من جديد بها شغله تصوير ابو حنيفه. نعم. وبها شغله حقل الدواجن بال سلمان باك، يعني على هالقضايا الموجوده، والقضاء ينظر عليه، هو اعرف مني ومن غيري يعني. نعم، شكرا لك السيد سعد عمر كوبرلي، المفتش العام السابق في ديوان
الوقف السني. كنت معنا عبر هذا حول هذا الموضوع من عمان.